السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بخير. اليوم لدي طريقة لطيفة جدا لتحسين الدخل وزيادة الرزق، وهذه الطريقة تعتمد على حديث نبوي عظيم. للأسف أقول دائما القليل أو القلة القليلة من يطبق هذا الحديث ومن يراعي هذا الحديث، وبالتالي تجد الكثرة الكثيرة تعاني من قضية ضيق الرزق. شوف أخي الحبيب، من القواعد المهمة في علم الإدارة، علم الاقتصاد، علم النفس، خذ ما تشاء من العلوم، يقولون الإنسان الأكثر نجاحا، واحفظ هذه القاعدة رجاء، لأنني سأعطيك الحديث النبوي الذي يلخص لك هذا الموضوع، وهذا عن تجربة يعني أنا طبقتها كثيرا ودائما كانت تنجح وتعطي نتائج قوية جدا. القاعدة تقول كلما أتقنت العمل أكثر وأعطيت هذا العمل حقه أكثر، كلما نجحت أكثر وكلما زاد الرزق أكثر. وهذه قاعدة طبعا كل علماء الاقتصاد يعرفونها جيدا، وبخاصة رجال الأعمال أو الناس ذوي الدخل العالي جدا. طيب، لماذا يفشل كثير من الناس في تطبيق هذه القاعدة؟ شاب ذهب إلى شركة ليعمل، حديث التخرج، فوجد أن الراتب قليل جدا مقابل العمل المطلوب منه، يعني مطلوب منه أن يعمل 10 ساعات في اليوم مقابل رقم قليل جدا، يعني أقل من مما يستحق ب90% مثلا. ما هو رد فعل هذا الشاب؟ غالبا هذا الشاب يقول أنا أستخسر أن أقدم لهذه الشركة أفضل ما عندي، سأعطيهم أي شيء أي كلام، وبالتالي يبدأ بالتملص من المهام التي توكل إليه، يبدأ أداؤه ينخفض جدا وحالته النفسية تصبح تعيسة. لماذا؟ لأن ليس لديه هدف، ليس لديه أمل في أن يتطور نحو الأفضل، يعطي أسوأ ما عنده، يعطي القليل لأن الشركة تعطيه القليل. فيعني حسب قانون الفعل ورد الفعل، لو أردنا أن نتحدث بهذا المنطق، فأنا الشركة تعطيني مبلغا قليلا، أعطيهم عملا بقدر هذا المبلغ فقط. طب هنا ما الذي يحدث؟ أنت خالفت الحديث النبوي، وخالفت القرآن الكريم، وخالفت قواعد علم الاقتصاد. الحديث النبوي يقول لك عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، ماذا؟ أن يعطي بقدر ما يأخذ؟ لا، هنا النبي لا يتحدث عن الأجر أبدا، لا يتحدث أنك ظلمت أو لم تظلم بهذا الأجر، لا، هو يعطيك قاعدة عامة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بغض النظر عن حتى لو كان ببلاش مجانا، حتى لو طلب منك عمل تطوعي مجاني بدون مقابل، يجب أن تطبق هذا الحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فبمجرد أن تدخل إلى أي عمل، أي مكان، أي شركة، حتى في بيتك، في أي مكان تريد أن تؤدي عملا ما، إياك أن تنظر للمقابل المادي، وإلا ستفشل وستجلس مكانك، وبعد 20 سنة سأجدك في المكان الذي تركتك عليه فيه. فإذا عملية إتقان العمل ماذا تفعل؟ أول شيء أخي الحبيب، الله يحبك، وهذه تكفي، هذه أهم من كنوز الدنيا، أنك كسبت
محبة الله سبحانه وتعالى الذي هو سيفتح لك أبواب الرزق وليس الشركة، سيصرف عنك من الشر والأذى والمرض والبلاء ما يجعلك، ما يجعل هذا المبلغ القليل كثيرا، لأن القضية ليست قضية كثرة المال إنما البركة في المال. يعني المبلغ القليل إذا بارك الله فيه سيصبح كثيرا. يعني إنسان ليس لديه مرض، لديه زوجة مدبرة فعلا للمنزل، اقتصادية حريصة عليه، تحرص على سعادته، هذا أهم من المال بكثير. الله رزقك بابن بار، هذا رزق كبير أهم من المال أخي الحبيب، لأن الولد العاق الفاشل سيضيع مالك وينهب ثروتك، الزوجة السيئة ستنهب مالك، وبالتالي إتقانك لهذا العمل بغض النظر عن المبلغ، لا تنظر للمقابل المادي نهائيا، انظر لمحبة الله وأنت تنفذ هذا العمل المطلوب منك، حتى لو كان عمل دنيوي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الأعمال الدنيوية أو الأعمال للعبادات وحسن الخلق وغير ذلك، ليس فقط عن أعمال تخص الآخرة، لا، عمل دنيوي أنت كلفت به في شركة، في مكان، في محل، في دكان، في أي عمل ما، أول شيء ضع في دماغك أنني سأتقن هذا العمل وأعطيه أفضل ما عندي. ما الذي يحدث هنا؟ بعد أن اكتسبت محبة الله سبحانه وتعالى، استجبت لنداء الله عندما قال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأنت تقصيرك في عملك هو كذب على صاحب العمل، لأنك توهمه أنك تقدم أفضل ما عندك. لذلك نجد أن الشاب المحبط الذي ينظر دائما للمقابل المادي دائما ما يختلق الأعذار، يحاول أن يتمارض، يحاول أن يتملص من عمله، يحاول أن يقدم أعذار لكي يقدم أقل شيء عنده. لا، كن من الصادقين مع صاحب العمل، ولا تسرق ولا تخدع ولا تغشه، لا تغشه، كن صادقا معه استجابة لله أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما يتعلق بالأمور الدنيوية، إتقان العمل هو الخطوة الأولى للنجاح وزيادة الرزق. كيف؟ سأقول لك. لنفرض أنك أيها الشاب في شركة فيها 1000 عامل، معظم هؤلاء يتذمرون من قلة الراتب، معظم هؤلاء يشتكون، معظمهم في حالة إحباط، معظمهم غير راض عن عمله، غير راض عن المال الذي يتقاضى، وبالتالي أداؤهم سيكون ضعيفا. انظر معي إلى هذا المشهد، اعتبر نفسك صاحب عمل ولديك 1000 شخص، ولكن هناك شخص متقن لعمله لا ينظر إلى المقابل المادي، هو يحب هذا العمل ويحب أن يتقن هذا العمل وهو صادق معك، ماذا تفعل؟ بالله عليك، أول شيء أنت كصاحب عمل تفكر فيه أن تأتي بهذا الشخص وأن تميزه عن غيره، تضعه رئيس قسم، مدير، تضعه مشرف، تسلمه أشياء لأنه استحوذ على ثقتك بشكل كامل، وقد يصبح وأكيد سيصل إلى مراتب عليا في العمل، وبالتالي سيتحسن راتبه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، صاحب العمل إذا كان لديه شخص متقن لعمله لا يستطيع أن يستغني عنه، تستطيع أنت أن تتحكم بصاحب العمل لا هو، أن تطلب المبلغ الذي تحب، لأن أي شركة أخرى الشركات ستتقاتل عليك، لأن لديك إتقان وخبرة وحب للعمل وإنجاز كبير، أداؤك عالي جدا. اليوم أخي الحبيب
الشهادات كثيرة جدا، لم تعد الشهادة هي رقم واحد في العمل، ولا رقم اثنين ولا ثلاثة، لم تعد حتى الخبرات، لا، المهارات. يعني أنت لديك شركة برمجة كمبيوتر لصنع تطبيقات، وجاءك شخص لديه 500 شهادة وشهادات خبرة سنوات طويلة، وعندما وضعته في العمل أداؤه ضعيف، تقول له شكرا. وجاءك شخص لا ليس لديه أي شهادة وليس لديه، ولكن عندما وضع في بيئة العمل أداؤه عالي جدا ومرن ولديه أداء عالي ويتكيف مع العمل بسرعة وينجز العمل بشكل عالي جدا، أنت تحرص على هذا الشخص وتعطيه المبلغ الذي يريده هو. وبالتالي نحن هنا أخي الحبيب، ما الذي حدث؟ أننا أغفلنا حديثا نبويا عظيما، إذا الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. للأسف هذا الحديث التقطه الغرب وطبقوه عندهم. للأسف اليوم انظر إلى الصناعات العالمية، رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة، كلها تجدها دول غير إسلامية. لماذا؟ لأنهم طبقوا حديث النبي بينما نحن غفلنا عنه. ما الذي يمنع إنسان أن يعطي أفضل ما عنده؟ أخي الحبيب، القاعدة تقول الفعل ورد الفعل، أعطي أفضل ما عندك ستأخذ أفضل ما عند الآخرين. حتى هذه القاعدة تطبقها في بيتك. الأم التي تعطي كمية كبيرة من الحنان لأطفالها ينعكس عليها في الكبر برضا وبر أبوين ونجاح وإبداع. حتى اليوم الدراسات تقول إن المبدعين الحقيقيين وهم قلائل في العالم، عندما درسوا طفولتهم وجدوا أنهم تلقوا كميات كبيرة من العاطفة في طفولتهم، من الحنان، من الدفء. فكل شيء ترسله يرتد إليك. وبالتالي خلاصة هذا اللقاء اللطيف الذي أحب كل واحد أن يستفيد منه وبخاصة الشباب، أعطي أفضل ما عندك مهما كان الأجر قليلا، ولا تنظر إلى المال، انظر إلى نوعية العمل الذي تؤديه، وأتقن هذا العمل، واجعل عملك هذا لله أولا وأخيرا، وليس من أجل صاحب العمل، وليس من أجل شهرة، وليس من أهل المال، من أجل المال. ونحن المسلمون نتميز بهذا الأمر، أن أعمالنا تكون هذه الأعمال كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لوجه الله، لأننا نعلم أننا سنقف بين يدي الله. والله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جزء من هذا العمل هو العمل الدنيوي أيضا. وقل اعملوا هنا لا تعني فقط الأعمال العبادات أو الأخلاق، لا، جزء من هذا العمل هو عملك في الدنيا. وبالتالي كلما أتقنت هذا العمل، أنا أؤكد لك أن رزقك سيزيد. واسأل كل الناجحين، اسأل كل ذوي الدخل العالي كيف تميز بدخله، يقول لك أنا كنت متقن لعملي، وكل يوم أتعلم خبرة جديدة، كل يوم أحاول أن أقرأ أو عبر اليوتيوب أحصل على معلومة جديدة لتطوير عملي هذا، وبالتالي أصبح دخلي مرتفعا جدا بهذه الطريقة. فإذا أذكرك أخي الحبيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السبب في محبة الله لك، إياك أن تغفل عنه، إن الله سبحانه وتعالى يحب، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحبهم الله
ورضي عنهم، ونسأله عز وجل أن يعيننا دائما على إتقان هذا العمل الذي يحبه الله ورسوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.